السلام عليكم، مرحبا بالجميع ومرحبا بكل متابعين قناة أمين سيستم. جينا ورجعنا في هذا الفيديو إن شاء الله بعد مدة طويلة جدا. أقول أو قبل أن أبدأ الفيديو أقول لكم عام سعيد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. بداية 1 جانفي 2020 أو بداية عام جديد سعيد على الجميع وعلى كل الأصعدة إن شاء الله، وسيكون فيها نجاح كبير جدا بإذن الله للجميع. إذا أردت أن تكون من المتابعين الأوفياء قم بالضغط على الاشتراك دعما لنا، ودعمنا باللايك وتفعيل الجرس لكي يصلك إشارات فيديوهاتنا الجديدة. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سأعطيكم مقارنات لن تصدقوا، يعني ستشاهدون الناس كيف تتغير. الكل يريد أن يتغير والكل يتغير حقيقة، لكن هناك من يتغير سلبيا وهناك من يتغير إيجابيا. هناك مثلا من يتغير في الشكل، وهناك مناطق أو منازل تتغير لتصبح أحسن أو للأسوأ. إذن في هذا الفيديو سنشاهد هذه التغيرات، تقريبا ستكون مذهلة لك. إذا كنت أول مرة تتابعني لا تنسى تدعمني باللايك. فلنبدأ الفيديو. هذه الصورة الأولى لفتاة، لاحظوا كيف الفرق، سبحان الله، يعني شيء مختلف تماما. الفتاة كما تشاهدون في الصورة القديمة كان عمرها 11 سنة، والآن لاحظوا كيف أصبحت في عمرها تقريبا 25 سنة. اختلاف كبير جدا، يعني حتى لن تستطيع أن تقارن بينها، مقارنة غريبة جدا. نذهب إلى صورة أخرى لفستان زفاف قبل وبعد الحجم، يعني اختلاف في الحجم خاصة بالنسبة للعروس، ومزينة بحزام. لاحظوا معي كيف كان في الصغر والآن أصبح يعني صغير جدا، وفي أيضا حزام. يعني قاموا بتغيير على هذا اللباس، يعني اختلاف ليس كبير لكن في الحجم لم يعد بحجمه الطبيعي كبير، أصبح صغير. يعني سبحان الله الأشياء أيضا حتى الملابس تتغير مع مرور الزمن. صورة أخرى لخاتم كما تشاهدون بعد 30 سنة، كيف أصبحت اليد، يعني الإصبع كان لا يدخل الآن، يعني ضعفت. نعم لقد ضعفت الفتاة أو العكس، لا أعرف بالضبط، يمكن أن تكون يعني سمينة، يعني كانت سمينة وبعد ضعفت ولا ضعفت سمينة. الناس اللي عندهم خبرة في الخواتيم يعطيونا رأيهم في هذا الموضوع. هذه الصورة أنا لم أفهمها بعد، هل هي كانت سمينة وضعفت أم ضعفت وكانت سمينة؟ يعني صورة أخرى اللي قبل وبعد تقشير أو تعديل الأسنان وفقدان الوزن أيضا والرعاية الصحية الذاتية. يعني إنسان عندما يعتني بنفسه لاحظوا معي الفرق في الأسنان، يعني كيف كانت أسنانها كيف أصبحت، هل هي طبيعية أم بعمليات الله أعلم، لكن أصبحت الآن أجمل بكثير. صورة أخرى اللي تلاحظون يعني هناك منزل وسيارة، يعني ما الفرق بين المنزل القديم والمنزل الحديث؟ يعني المنزل القديم كان طبيعي جدا، عادي عشب وعادي جدا، لكن لاحظوا بعد التطوير أصبح لديه جدار، أشجار، يعني أشياء متنوعة، اختلف تماما، يعني أصبح شيء آخر. صورة أخرى لفتاة تغيرت، ما الشيء الذي غيرها؟ أش لون الشعر؟ الحاجب وحده يستطيع أن يغير الإنسان، نعم الحاجب وحده، إذا غيرنا في الحاجب يستطيع أن يتغير الإنسان. لاحظوا معي الحاجب وأيضا بعض المكياج جميل جدا، الصورة الجديدة أفضل. إذن المقارنة بين الشعر، يعني تحول شعري قبل وبعد المدرسة، الجمال خارج عن الطبيعة، يعني لاحظوا كيف كانت والآن كيف أصبحت. اللوك تغير كثيرا كثيرا، مقارنات يعني رائعة جدا في هذه الصور. هذه المقارنة ما بين صورة 2009 إلى 2019، يعني حتى حواجبها، يعني لاحظوا فراغ، كان لديها فراغ في الحواجب، الآن أصبح لديها كثافة في الحاجب. لون عينها تغير، يعني تغير وجهها كثيرا، يعني أصبح أكثر يعني أصبح حاد أكثر. جميل جدا هذه المقارنة. الصورة أخرى لمطبخ،
المطبخ عندما كان وعندما أصبح، يعني ما هو رأيكم؟ يعني بينصير المطبخ بعد تغييره أصبح جميل جدا عكس المطبخ القديم كان كلاسيكي وقديم جدا. لاحظوا كيف أصبح الآن هذا المطبخ. لذلك الناس لا يتغير في المطابخ تحهم المطبخ يعني أو المنزل. أحيانا الإنسان إذا كان عنده موفر ماديا من الأفضل أن يغير ديكور المنزل، فهذا يساعد بالطاقة الإيجابية في العام الجديد. إذا نروح الصورة أخرى لفتاة فقدت يعني واو فقدت 135 ريتل، غريب جدا، خلال عامين فقط. لاحظوا كيف أصبح الآن شكلها، كيف كان عادي جدا، ليس فيها جسم، ليس منحوت، والآن أصبح جسمها يعني رياضي رائع جدا. وهذا فقط يحفز الفتيات أيضا على ممارسة الرياضة، ولذا ليس عيب أن تمارس الفتاة الرياضة. صورة أخرى، هذه القطة كيف أصبحت سمينة؟ قطة كانت ضعيفة أصبحت سمينة بعدما أنا ذهبت تعيش مع الجدة، خسرت تقريبا 26 رطلا بجانب طعام الطعام الرطب، يعني تعطيها طعام خاص بهذه القطة بعدما مرضت، وأصبحت الآن بصحة جيدة جدا وقامت بزيادة الوزن كما تشاهدون. الراحة والاستجمام. صورة أخرى لهذه الفتاة يعني بدون تعليق يعني فتاة باشعة جدا وأصبحت جميلة جدا، يعني غير متوقع أن تكون هذه الفتاة وتتحول، حتى أسنانها وشعرها أشياء جميلة جدا. يعني أحيانا هل لديك أنت مقارنات في البيت؟ هل لديك صور؟ يعني كن جريء وقارن نفسك في الماضي. لاحظوا هذا الشاب، هذا منذ زمن يعني فقد تقريبا 263 ريتل. لاحظوا كيف كان سمين ينام، والآن أصبح رياضي. الرياضة جميلة يا ناس، الرياضة تجعل الإنسان يرجع للحياة وترجع له الرغبة في الحياة ويحس بأن كل شيء قد تغير. لذلك لاحظوا فقط هذه المقارنة ستعطيكم التحفيز اللازم لممارسة الرياضة، خاصة للأشخاص الذين لديهم وزن زائد. نذهب إلى الصورة أخرى عنوانها كيف تغيرت حديقتي. لاحظوا كيف كانت الحديقة يعني مخربة وأصبحت الآن يعني شيء خرافي. يعني الإنسان عندما يعتني بالشيء يتغير حقيقة، وإذا تركنا كل شيء مهمل لن نعيش يعني بمتعة وبأشياء جميلة أو مناظر جميلة مثل هذه. صورة أخرى لانتقال عفوا صورة أخرى لمنزل قديم وكيف كان بعدما قاموا بغسل الحديقة، وليس تغيير المنزل لكن قاموا بغسل الحديقة فقط. لاحظوا كانت سوداء وأصبحت الآن نظيفة جدا، رائع جدا، رائع جدا هذه المقارنة. يعني هذا يدل على نظافة الشيء، لا يهم إذا كان في الخارج أو الداخل. صورة أخرى أيضا لشاب، يعني لاحظوا كيف كان سمين، وزن زائد، ليس هناك حتى جمال أو جسم منحوت. ولاحظوا الآن كيف أصبح بعد ممارسة الرياضة، مقارنة يعني رائعة وجميلة وتحفز أي شخص يشاهدها. إذن لاحظوا معي، هذه الفتاة التي كان لديها مشكل في الفك، مريضة من فكها، قاموا بعملية جراحية. سبحان الله، يعني اختلاف كلي في وجهها بعدما قاموا بعملية هنا في الفك وقاموا بإدخاله وطبقوه على الفم، يعني ممكن أنهم قاموا بالتعديل عليه، شيء خرافي. يعني أحيانا العلم والطب يعني يعمل أشياء يعني ممتازة جدا. صورة أخرى لتخرج الأم، يعني صورة قديمة عندما تخرجت الأم مع ابنتها أو ابنها، ولاحظوا الآن الأم وابنها وهو متخرج من الجامعة، صور رائعة جدا، يعني جميل هذه المقارنة. هذه أيضا فتاة لديها مشكل في الفك، قاموا بعمل عملية في فكها، انظروا كيف أصبحت الآن تغيير كلي في شكلها، كيف كانت عندما كانت مريضة وكيف أصبحت بوبية، إنها دمية الآن بعد عملية جراحية في فكها. لاحظوا جمالها الآن، شيء رائع جدا، يعني
لا تفقدوا الأمل، هناك علم، هناك طب، هناك أشياء للناس اللي يعانون من تشوهات خلقية يستطيع الآن الطب أن يعالجها. لا، أنا أعلم أن الدول العربية فيها مشاكل في الطب، لكن إن شاء الله يوما ما. إذن هذا الطفل عندما كان صغير لاحظوا كيف كان شكله، وكيف عندما كبر يعني كأنه ممثل سينما، يعني لاحظوا كيف كان وكيف أصبح. يعني غريب جدا أن يكون إنسان أو يتغير في الشكل والجمال والشكل وكل شيء، يعني مقارنة رهيبة رهيبة جدا. إذن هل لديك أي صورة تظهر تغيرات في حياتك؟ هل قارنت يوما ما صورك في حياتك وقمت بمقارنتها؟ هل وضعت تحفيز من صورك كيف كنت وكيف أصبحت؟ هل شاهدت أيضا صور لأصدقائك كيف كانوا كيف أصبحوا؟ كل هذه الصور هي محفزة لك في بداية عام جديد إن شاء الله لكي تنجح وتقدم خطة لحياتك لكي تتغير. إذا كنت تريد ممارسة رياضة فمارسها، إذا كنت تريد أكل صحي فكل أكل صحي ولا تنتظر أي شيء، كن فلتكن بداية 2020 بداية إن شاء الله مميزة جدا في حياتك. إذن هذا هو الفيديو، أتمنى أنه قد نال إعجابكم واستمتعتم بهذه المقارنات الجميلة في حياة الناس. إذن في فيديو آخر إن شاء الله اقترحوا علي مواضيعكم وادعموني باشتراككم وتفعيل الجرس لكي يصلكم إشعارات فيديوهاتنا الجديدة، ولا تنسوا ضغط اللايك إذا أعجبك الفيديو، وأنا أعلم أن الفيديو قد نال إعجابك. إذن في فيديو آخر إن شاء الله، السلام.